السلام عليكم. لن تصدق ماذا وجدوا داخل هذه الغابة المرعبة. وجدوا معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. تتميز الغابات حول العالم بغموض كبير، وتحتوي بين أغصانها الكثير من الأسرار وخبايا الطبيعة، والتي تجعل من كل غابة بيئة فريدة خاصة بها، مما تحتوي من نباتات وحيوانات. وسنعرض الآن في هذا الفيديو واحدة من تلك الغابات الغريبة، والتي تتميز بمظهر فريد جدا، وسنعرض أيضا أشياء غريبة رصدتها كاميرات المراقبة في الغابات، ستجعلك تندهش. ولكن فضلا لا تنسى اللايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمون بهذا المقطع. الغابات الراقصة دانسي فورست، إحدى أغرب الغابات في العالم بسبب شكل أشجارها الغريب، والتي يظن من يراها بأنها تتراقص مع بعضها. فقد تميزت أشجارها بطابع فريد، حيث تلتوي الأشجار على الأرض أو تميل جذوع الأشجار من المنتصف، مكونة لوحة فنية جميلة. توجد الغابة الراقصة دانسي فورست في روسيا، وتم زراعة تلك الأشجار خلال فترة الستينات من القرن الماضي من أجل تحقيق استقرار التربة في تلك المنطقة، والتي كانت تتميز بالكثبان الرملية. وبسبب زراعتها في الرمال والكثبان الرملية، كانت تلك إحدى الافتراضيات الخاصة بأشكال الأشجار الراقصة، أي إنها أخذت تلك الأشكال بسبب حركة الرمال. ولكن لم يكن هذا الافتراض الوحيد على اتخاذ الأشجار هذه الأشكال الراقصة في هذه الغابة. ولكن ما هو التفسير العلمي لهذه الغابة؟ فقد أجريت دراسات كثيرة على أشجار الغابة للوصول إلى سبب علمي وراء تلك الأشكال. وبعد أبحاث طويلة توصلوا إلى أن بعض اليرقات العافية قد أصابت أشجار الصنوبر في فترة مبكرة، مما جعلها تنمو بزاوية غريبة، حيث بعد أن أصابت تلك الأشجار باليرقات أدى إلى فقدان شكلها المعتاد لتنحني بهذا الشكل، ثم تعود مرة أخرى لتنمو بشكل طبيعي. ولكن مع تلك التشوهات التي قد أصابتها تبدو كأشجار راقصة. سبحان الله على خلقته، إنه قادر على كل شيء. لا تنسى أن تكتب أسفل التعليقات سبحان الله. ولكن تخيل إنك في يوم ما تذهب على طريق مظلم وسط الأشجار والطبيعة في الغابات. بالتأكيد ستكون خائف أن يحدث شيء مرعب لك، خصوصا إذا كنت تذهب في الطريق وحدك. في هذا الفيديو كان يذهب رجل على طريق مظلم في أحد الغابات في أمريكا، ومن حسن الحظ إنه كان يذهب بالسيارة، وكانت رحلة سعيدة بالنسبة له. ولكن في النهاية حدثت الكارثة على الطريق، جعلت الرحلة مخيفة وغير ممتعة على الإطلاق. هذه الأخشاب ظهرت بشكل غريب على الطريق، وكأن أحدا ألقاها عليه بقوة. ولكن بالتأكيد هذا الطريق لم يوجد فيه أحدا في هذه الساعة المتأخرة. الكثير من الناس تؤكد أن هذه الأخشاب كانت إنذار من سكان الغابة، وهم الجن. والله أعلم. لا تنسى التعليق وأن تخبرني برأيك عن هذا الفيديو. كان بعض الأصدقاء يتجاولوا في أحد الغابات بالدراجة النارية، وكانت رحلة سعيدة بالنسبة لهم. ولكن أثناء تجاولهم على الطريق صادفهم شخص يبدو عليه السكر، وكان يمسك في يديه الخمر وفي اليد الأخرى مسدس، ووجه المسدس على الأصدقاء. شاهد ماذا حدث في النهاية. لقد سمع السكان في أحد الغابات الهندية صوت غريب ظهر في منتصف الليل في أحد الغابات القريبة في حوالي الساعة 10 مساء. سمع رجل أصواتا غريبة وذهب خارج منزله في محاولة لالتقاط بعض من الأصوات المخيفة على هاتفه. January 21st, about 11 p.m. I'm a couple hundred feet from my house, and you hear it going off in the background right now. You guys be the judge. في هذا الفيديو الأخير دخل شخص شجاع إلى أحد الغابات في الليل، وفي النهاية وجد شيء غريب ظهر خلف أحد الأشجار. لنشاهد سويا. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je pense que le feu, il a réussi à investir. Qu'est-ce que t'en penses? Il a réussi à ta barouette. Laisse petit beau feu. Down in the comments. لا تنسى أن تخبرني رأيك أسفل التعليقات عن أغرب مقطع شاهدته وتفسير هذه الأشياء الغريبة. أنتظر تعليقاتكم. وإذا أعجبتكم هذه السلسلة سنعرض لكم مقاطع غريبة حول العالم. لا تنسى أن تخبرني بها في التصويت أعلى الفيديو.
شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.